ما هو تعليقك إذن على كلام الناطق باسم الجيش الليبي بأنه سيتم التدخل بطريقة عسكرية لإنهاء في نهاية اتفاق السخيرات إذا لم يتم الوصول لحل سياسي بين كل الأطراف؟ جوابي هو ليس جوابي، هو جواب مجلس الأمن الدولي الذي رأى في اجتماعه في 16 نوفمبر الماضي، يعني منذ أسبوعين، بأننا نحن متجهون إلى إرساء أسس ليبيا مستقرة وثابتة من خلال انتخابات ومصالحة ومن خلال دستور، وبالتالي من الأفضل أن لا نشوش على هذا المسعى الذي نعمل عليه جميعا من خلال افتعال أي نوع من المشاكل الآن. الضرورات تفرض علينا حاليا الاستمرار بالوضع المؤسسي المؤقت الراهن ريثما نتمكن من التوصل إلى الأهداف الثلاثة التي ذكرت، يعني الانتخابات والمصالحة والدستور.